الله عنه قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجى عمل عملته في الإسلام. هذا يدل على أن الناس يختلفون، وكل أحد ينبغي أن يعرف موطن القوة من نفسه فيتخذ له عملا يكثر منه رجاء ما عند الله. وكلما كان هذا العمل الصالح يؤدى في السر كان أقرب إلى الله. لكن الإنسان لما يسمع مثل هذا أو يسمع حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فالأول تقرب سأل الله ببره لوالديه، والثاني سأل الله جل وعلا بعفته يوم أن قام عن ابنة عمه، والثالث سأل الله بأمانته يوم حفظ للرجل ماله. وما المصيبة؟ أن يقع الإنسان في مثل هذا ولا يجد عملا صالحا يذكره عن نفسه يتقرب به إلى الله. فمن أعظم الوصايا أن تتخذ لنفسك عملا صالحا تتقرب به إلى الله. قد يحفظك الله من كرب الدنيا فلا تتوسل به إلى الله، لكن يبقى لك ذخرا يوم تلقى الله، يبقى لك ذخرا يوم تلقى الله. وكل أحد يعلم موطن القوة من نفسه، المهم ما أفاءه الله عليك تجعله لله، اكثر منه رجاء ما عند الله. وكلما كان هذا العمل الصالح يؤدى في السر كان أقرب إلى الله. لكن الإنسان لما يسمع مثل هذا، رضي الله عنه قال لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أرجى عمل عملته في الإسلام. هذا يدل على أن الناس يختلفون، وكل أحد ينبغي أن يعرف موطن القوة من نفسه فيتخذ له عملا يكثر ما حفظ للرجل ماله. وما المصيبة؟ أن يقع الإنسان في مثل هذا ولا يجد عملا صالحا يذكره عن نفسه يتقرب به إلى الله. فمن أعظم الوصايا أن تتخذ لنفسك عملا صالحا تتقرب به إلى الله. قد يحفظك الله من كرب الدنيا فلا تتوسل به إلى الله، لكن يبقى لك ذخرا يوم تلقى الله. أو يسمع حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فالأول تقرب سأل الله ببره لوالديه، والثاني سأل الله جل وعلا بعفته يوم أن قام عن ابنة عمه، والثالث سأل الله بأمانته